حارب العميمي على هذا الفوز. المركز الثالث وصل بسبع دقائق 50 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سراب راشد بن عبد الله بن صبح العطير العاملي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. أيها الأعزاء، هذا هو ثاني أيام مهرجان المرموم وختامي المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الذي يشهد إقبالا جماهيريا كبير بل منقطع النظير من كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن ميادينها. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الثامن، وهذا الشوط خاص بفئة القعدان المهجنات. مسافة الشوط هي 5 كيلومترات، ومقدمة الشوط مباشرة الغزال، تعود ملكية الغزال لعلي بن حمد بن صالح الشرقي، يليه مباشرة على ثاني المراكز شاهين خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. ننتقل إلى المركز الثالث اللي من الجانب الآخر، ويتقدم تقدم ممتاز هنا المتحد البخيت بن عيلان بن كراز السبوسي، والدور دور المركز الرابع. مشاهدينا الأعزاء، هنا النشمي أو المتحد البخيت بن عيلان بن كراز السبوسي. ننتقل إلى المركز الخامس وقدوم على خامس المراكز من خلال تقدم منصور المبارك بن سهيل بن مبارك. قادم قادم هل المعيذر قادمين هنا في ميدان المرموم، ولكن ما زالت مقدمة الشوط مع مشاغب حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. اللحظات الأخيرة، روح يا أبو سالم، روح يا أبو شهاب، اللحظات الأخيرة، ولكن شعار وبران، شعار وبران بن سلامة يتدخل. مشاهدينا الأعزاء بقوة، يتدخل بقوة في هذه اللحظات، اللحظات الأخيرة الديب لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري. يا سلام، الذيب ومشاقب، الذيب ومشاقب، الذيب الذيب، اللحظات الأخيرة، 400 متر، وعاد الذيب، عاد الذيب، حلق الذيب، حلق الذيب بناموس الشوط إلى الشحانية، إلى المعيذر، إلى دولة قطر الحبيبة. سلام شحاني نواصر، سلام شحاني. أيضا شعار المنصوري قادم، ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري قادم على المركز الثاني، ولكن الذيب، ولكن الذيب، شعار وبران يتألق يحلق. سلام عنابي، سلام، سلام شحاني، سلام، سلام إلى أهل المعيذر، وأسعد الله صباحكم بكل خير يا أهل الشحانية ويا أهل قطر على هذا الفوز المستحق. إذا تهانينا لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني الغربي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، مشاقب لحمد بن سالم بن سليم الكتبي. المركز الرابع لأحمد بن محمد بن روية الخيالي. المركز الخامس، إذا المركز الخامس كان مع الحاسم لنايف بن محمد بن روية الخيالي. هذه لحظات وصول الذيب، 7 دقائق 49 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري، وتهانينا أيضا لكل محبين هذا الشعار. المركز الثاني الغربي، 7 دقائق 49 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث يصل فيه مشاغب. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء اللي يحمل الرقم 50 واسمه الحاسم، توقيته 7 دقائق 51 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لنايف بن محمد بن روية الخيالي، وتهانينا والناموس